لم تنتظر السلطات الولائية بلمدية طويلا بعد تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة بعث المشاريع الهامة والتي عرفت ركودا عقب تفشي وباء كورونا مع أخذ كامل التدابير الوقائية اللازمة. تطبيق تعليمات السيد وزير السكن والعمرة والمدينة وولاية لمدية المتعلقة بإعادة بعث مشاريع قطاع السكن وخاصة التي توقفت في جائحة كورونا، كنا قمنا بالاتصال بكل المقاولات المتعاقدة، كل المؤسسات المتعاقدة مع مديرية التأمين الهندسة المعمارية لولاية لمدية من أجحثها على التعايش مع هذا الوباء باتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن والمتمثلة في التباعد الاجتماعي بين العمال وارتداء الكمامات. وبما أن مشكلة السكن هو ما يؤرق غالبية سكان لمدية، لا سيما المعنيون بمشروعي قصر البخاري وعين جردة بذرع سمار، ارتأينا استفسار مدير التعمير عن آجال انتهاء الأشغال بهما، فكان رده: مشروع 1657 سكن عمومي إيجاري لبلدية قصر البخاري يحتوي على 5 مجمعات مدرسية ومتوسطتين وثانوية في طور الإنجاز، وهو يشرف على الانتهاء ويرتقب الاستيلاء في شهر جويلية القادم إن شاء الله بكل المواصفات، وهي أشغال طرق تخص أشغال طرق وأشغال الصرف الصحي وأشغال شبكة المياه الصالحة للشرب الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الإنترنت، بالإضافة إلى عدة مشاريع على مستوى الولاية اللي كنا قمنا بإعادة بعثها، وهي مشروع 2332 سكن زائد 1300 سكن عدل على مستوى عين جردة، أين تشرف الأشغال أيضا على الانتهاء، وإن شاء الله يرتقب الاستيلاء في قبل الدخول الاجتماعي سبتمبر 2020 إن شاء الله. هي إذن عودة الحياة الطبيعية إلى ولاية لمدية تدريجيا بعد وباء كورونا عبر بعث مشاريع هامة وأساسية من شأنها رفع الغبن عن المواطن وتحسين وضعه المعيشي.